ديوان تعطيهم الله يعافيك الله يسلم يا ابو يلا ماجد والشريك الشيخ ماجد تقول الشريك بارك الله وجهك يا ابو هادي تقول شريك شريك انت كانك جيت محلي دحين اخونا والله العظيم تقعد يا اخوي اذا اعطيت خلاص خل ابو عقاب يتعانس ابو عقاب كفو واصغر مني سنا وامون عليه امه وصيتني عليه تقول ذبحنا بدل الوصيه هو وش وش وصاك؟ لا اله الا الله انا جاتني ملابسي وجاتني معها ورقه في مخ واحد ثياب وهذه طال عماركم من ولد عمي سفير بين علي محمد اشتو نعم ونعم ما عليكم زود هو ابو محمد جعل عمره طويله راعي علم طيب استاهل وارسل ابيات يقول فيها الوضع يا علي يبغى صبر وجروه الله الوضع يا علي يبغى صبر وجروه ارضى الجماهير ما تكسبه بالراحه راح ادخل بقوه وخلك وطن مفوه لا تخالف الامر ولا تغايب الساحه الله الله جمع فيك طيب الراس ومروه والرجل